أتطوع دائما عنوان موجود وحاضر بصباحاتنا. أكيد زينة، واليوم رح نحكي عن موضوع حكينا عنه أو قلنا هيك لمحة بسيطة عنه ببداية الحلقة. كثير من الناس بالشارع وخصوصا الفتيات ممكن يصادفون مواقف سميها مواقف محرجة، ممكن يكون بالجامعة، ممكن يكون ماشية بالطريق بالسوق، تتعرض لشيء بيسموه بالعامية حركشة، ولكن هو مصطلح بيعبر عن التحرش. ممكن نواجهها وهالظاهرة تضل مخباية خوفا من انه نقول ان احنا تعرضنا لمثل هذا الموقف، واكثر شيء ممكن تساويه الصبية انها تعمل ردة فعل، ممكن تتخانق او تتلاسن مع الشخص اذا كانت تملك كثير من الجرأة لحتى تعمل هذا التصرف بطبيعة الحال. اكيد سلمى، موضوعنا لليوم هو التحرش وشو هي القوانين اللي ممكن انه تردع المتحرش، وكيف ممكن انه نرفع ظاهرة الوعي بخصوص هذا الموضوع. لهيك معنا مبادرة من الصبايا الموجودين معنا، دانيا السعيدي هي مؤسسة مبادرة فنجان قهوة التوعوية، ولجين العرنجي مشاركة بالمبادرة بمحافظة حلب. طبعا ننوه انه هي المبادرة شملت عدد من المحافظات السورية. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا. صباح النور. يسعد صباحكم. صبايا صباح الخير. دانيا صباح الخير لك، ومية السلامة مثل ما بيقولوا. بالسلامة تماما. أهلا وسهلا فيكم. يعني خلينا نبلش معك دانيا، يمكن هذا الموضوع فعلا محرج لكثير من الصبايا أو السيدات، ولأنه مو بس بتتعرض له بعمر معين، أعمار مختلفة. نحكي كيف جتكم الجرأة لحتى تبلشوا بهيك مبادرة أيضا. هلأ لحنا بلشنا قبل 3 سنين، لحنا كناشطين بالمجتمع نحاول أنه نشوف شو المشكلة اللي عم نتعرض لها الشباب ونحاول أنه ندافع عنها. قبل 3 سنين صار في مشكلة بالجامعات، بجامعة من جامعات دمشق اللي هي خاصة بدكتور من الدكاترة تحرش أو صارت يعني مثل حالات تحرش يعني كتير نحكى عليها. فحبينا انه لحنا نوعي الشباب عن هذا الموضوع، نحكي بالموضوع، نعلي صوتنا اكثر، نخلي العالم او الصبايا اللي عندهم قصص يفيدوا بعضهم، نحكي شوي عن الجانب القانوني، شو بيحكي القانون السوري عن هذا الموضوع. فهيك بلشنا. اكيد لجينا، خلينا نحكي شوي بما انه بمحافظه حلب التحرش بيكون يعني كمان هيك الحلبي الاصيل، خلينا نحكي شوي كمان يمكن تتعرض كثير الصبايا، وخاصه انه مثل ما قلنا جامعات، جو شغل، الاحتكاك، ممكن كبت معين، جهل معين بمناطق معينه يؤدي للتحرش، ممكن يكون تحرش لفظي او تحرش جنسي. خلينا نحكي الامور، كيف كان صدى المبادره خلينا نحكي بحلب، هل كان في حالات معينة التقيتوا فيها؟ هلا كان هن بلشوا يعملوا اجوا ورشه على حلب، فاخذوا الاشخاص الناشطين مجتمعيا كرمال هن ينشروا هالقصه، فكنت انا حدا من الناس وتشجعت اني بلش شوف، لانه انا يعني شايفه الحاجه تبع حلب وخاصه بالمناطق الشرقيه اللي هي بتكون لسه يعني اكثر جهل، ما الناس متفتحين. صحيح. فبكونوا لسه مكتمين على هالقصه، فقررت انه ننزل، يعني قلت لها انا لدانيا انه انا جاهزه ننزل على المدارس، فتعالي نشبك سوا. فشبكنا مع الشبيبه ودخلونا على قلب المدارس، كرمال نبلش نستقطب البنات اليافعات من عمر يعني 7، 8، 9، نبلش نوعيهم نقول لهم انه لا تخافوا في شيء اسمه تحرش، هن معتبرين القصه عاديه، يعني وقت كنا عم نحكي لهم بقصه انه هذا تحرش كانوا انه عادي، يعني حدا يلمسني وعادي. فكانت القصه انه بلش صاروا يستوعبوا قصه في تحرش، في حدا عم يلمسني بمكان غلط، في اماكن صحيحه، مو بس عم تطول هلا صارت بس الفتيات، لا حتى الصغار بالعمر، حتى الأطفال أطفال تماما، حتى ذوي إعاقة، يعني حكينا نقول إنه هن أضعف الناس، بس هي بشكل عام هي التحرش شاملة كل شيء. فكان صداها حلو بحلب، وكانوا البنات هن متشجعين يتصلوا فيني إنه إحنا جاهزين ننزل معك، أي ما بدك تعملين إحنا نازلين معك. فأنا حبيت هذا الشيء وساعتنا مكملين وعم نشبك لسه أكثر. أكيد يعني دانيا، يمكن حلب محافظة من المحافظات الكتير اللي توجهتوا لها بفنجان قهوة، خلينا نحكي شو تضمنت المبادرة، شو كان في جلسات عمل يمكن اشتغلتوا عليها مع المحافظات، والعنوان شوي إذا بنوضحه فنجان قهوة. يعني
هلا نحن اول ما بلشنا كنا عم نشتغل على 3 محاور اللي هي توعيه مجتمعيه، توعيه قانونيه، وتعزيز اجراءات الحمايه. خلال هالثلاث سنين نحن حطينا خطه محافظات، يعني نحن بلشنا بدمشق، انتقلنا لحلب، كنا بحمص، اللاذقيه، سوينا بحما كمان. فالفكره تبعنا انه نحن كنا عم نحاول انه نحن نوعي اكثر عن الجانب المجتمعي، شو بيحكي عن التحرش الجنسي. حاولنا نستخدم ادوات مثل مسرح تفاعلي كرمال نقدر نوصل الفكره اكثر، يعملوا سكتشات الشباب اللي موجودين ضمن الورشه كرمال يقدروا يعالجوا المشاكل اللي ممكن هن تواجههم، او حالات التحرش الجنسي اللي ممكن اي حدا تواجهه ان كان شاب ولا ان كان صبيه معه. فبالتالي انه حبينا انه تكون الفكره واصله اكثر، يطبقوها اكثر، يلاقوا نحن ضمن الورشه عم نحاول نلاقي ادوات لكرمال انه حلول يطبقوها بعدين. يعني ما انه خلص انه حضروا ورشه وراحوا، لا، في شيء اسمه متابعه عنا كرمال نقدر نلاقي عن جد فاعليه لورشاتنا. نعم لجينا، يعني دائما بنقول وراء كل مشكله في سبب رئيسي. من خلال احتكاككم طبعا الصبايا والشباب والفئات المجتمعيه خلينا نقول معرضه اكثر شيء للتحرش، شو السبب الرئيسي اللي حسيتوه وراء التحرش اللي بيدفع الشخص المتحرش ليتحرش، ان كان لفظيا مثل ما قلنا، جنسيا، حتى باعمار صغيره مثل ما هلا عم نسمع كثير انه اعمار صغيره اطفال عم يتعرضوا لها، ما بتفرق ان كان فتيات او صبيان. فهي الحوادث عم تصير خوف عند العائلات ايضا. لازم يعني فعلا هي فكره كثير حضاريه انه الناهض هي الفكره اللي هي التحرش، لكن شو السبب انتم اللي شفتوه لمستو؟ جهل، يعني في جهل، يعني جهل بكل شيء، يعني حتى بنحكي في عالم الثقافات نفسها اللي بتقول عيب وحرام نفسها تماما هي هيك، فانه هو ما بيعرف شيء، فهو بصير بده يستكشف هذا الشخص يلي الشاب يلي عم يجي بيتحرش، شاف شيء هو علنا فهو لازم يتحرش، خاصه نحن بمناطق ما بيشوف بنت عمه او صحيح حدا هيك، فبيشوف هيك شيء انه واو بده يعمل، بده يجرب، فهو جهل، اكيد جهل، جهل وكبت، يمكن كبت، كنت اقول لك كبت. يمكن كثير عوامل بتاثر، وكمان بعض الاوقات الفتيات ممكن ما تعرف انه هي تعرضت لتحرش الا اذا كان تحرش جسدي، يعني قلنا يمكن بالبدايه ممكن تعتبر هذا المفهوم حركشه او تلطيش. خلينا نحكي من خلال الورشات اللي عملتوها كيف بلشتوا تشرحوا المفهوم، ونحكي شوي عن كيف بلشتوا كمان تشرحوا قانونيا نحن بحق للصبيه تتوجه لمخفر، تعمل ضبط شرطه، تعمل في كثير اجراءات ممكن الصبيه تعملها لحتى تاخذ حقها. نحكي عن هي التفاصيل كمان. بلشنا نحن نحن الاشخاص، بس خلينا نحكي انه مين الاشخاص اللي عم يكونوا معنا بورشاتنا. تمام. الاشخاص اللي احنا ما عم نستهدف في العموم، يعني ما عم نحط انه على الورشات على الصفحه تبعنا انه في ايفنت وفي ورشه، لا، نحن عم نستخدم الفكره اللي هي انه نحن نجيب ناشطين بالمجتمع كرمال يقدروا يوصلوا لهي التوعيه للدوائر الخاصه فيهم، كرمال يوصل التوعيه بشكل اسرع، مثل ما صار مع بحلب مع لجين. الفكره انه نحن ببدايه الورشه بنعطي كرمال يطلع منهم نشوف شو عندهم معلومات عن التحرش الجنسي، احيانا ممكن تكون معلومات كثير متفاوته، احيانا بيكونوا الاغتصاب هو بيعتبروه تحرش، التلطيش ما بيعتبروه تحرش، في شغلات، في انواع مثل المراوده، الحاح من شريك، ان كان رئيسك بالعمل، ان كان صديقك، ان كان حبيبك، ان كان خطيبك، او حتى اشخاص قراب من العيله يعني تحديدا. فبالتالي انه وضحنا المفهوم، حطينا المفهوم شو بيحكوا المنظمات، حطينا مفهوم علمي شو معناه التحرش الجنسي. هلا بالنسبه للشق القانوني عرضنا، بيكون بورشاتنا محامي خاص مختص، شو المواد الخاصه بالقانون السوري، شو بيحكي القانون السوري، وين اندرج مفهوم التحرش الجنسي. طيب اوكي، انت كفتاه تعرضتي لتحرش جنسي، طيب انا كيف بدي روح واشتكي؟
نحن بنقول الاجراءات شو لازم انت تعملي وخلال 48 ساعه انك انت شهد حق عام، القصص اللي ممكن تفيدك انت كصبيه انك تعرضتي لحاله تحرش جنسي. مؤخرا سوينا مثل مجموعات مركزه لنحاول نشوف كيف فينا نقدر نحن نساوي حمله لتجديد العقوبات بالقانون السوري. عم نحاول انه نحن نشتغل على هذا الموضوع اكثر. يعني احنا بنتمنى يكون كمان القانون منصف بالنسبه لموضوع التحرش تماما وياخذ حده، بما انه عم نشهد كثير من الحوادث. لجينا يمكن عبر احتكاكك بالمدارس مثل ما قلتي لي، في عنا الفئه الاخطر وهي الفئه المراهقات او المراهقين اللي هن ما بيتقبلوا عندهم هذا التمرد، ما بيتقبلوا هي الاراء. كيف كان التعامل معهم وخاصه انه اكثر فئه ممكن معرضين للانجرار خلينا نقول، او عدم التفريق بين المصطلحات؟ مثل ما قلنا ممكن كلمه حلوه تقول لك كلمه حلوه، نقول لي يعني حلوه الكلمه، لكن التحرش هو اللفظ السيء يعني اللي ممكن ياذيكي انت وماشي كمان. فاي تماما. فخلينا نحكي كيف كان الاحتكاك معهم، كيف قدرتي انك تتعاملي مع هي الفئه؟ هلا هن فئتين، فئه بتقول لك انه انا مبسوطه وحابه هذا الشيء لانه هيك بيرجع لها لذاتها، بتقول انه انا جتني كلمه حلوه فانه هي عم تحس انه هي جميله تمام. والفئه الثانيه اللي هن بدهم حدا يحكي يعني يحكي معهم كرمال يحكوا له، فكنا عم نتعرض للتنتين. فهديك الاولى بتقول لك انه عادي انا هيك ماما معلمتني مثلا، انا بدي يعني انا امي اذا حدا قال لي انه انت حلوه فانت حلوه يعني بالطريق، فهن متقبلين هذا الموضوع. بس بلشنا وقت بلشنا نقول لهم انه هذا الشيء غلط، فبلشوا يتوعوا اكثر ويتفتح عقلهم انه لا في شيء غلط، في لمسات غلط، في نظرات غلط، في ايحاءات غلط كمان عم بتصير. الشق الثاني هن من الفئات الثانيه هن يعني متعرضين، منهم متعرضين ومنهم هن حابين يحكوا ويعرفوا ويوعوا تماما للفئه الثانيه. فكان بالعكس انه اسهل هي البنات هن بيكونوا اسهل يعني خاصه اليافعين لو هن بدهم حدا يحكوا يعني يحكوا له. فكانت برايي كانت سهله، وكنا عم نتعاون مع المدارس، كنا حتى مع المرشده النفسيه. يعني وقت كنا نطلع من الورشه كنا نروح نحكي للمرشده النفسيه انه احنا عم طلعنا هي الورشه حتجيكي حالات يحكوا فيها فانت لازم تتابعي، يعني احنا بس عم نعطي ونطلع فالمتابعه حتكون عليكم. والحمد لله يعني في كانت تشاركيه بهالقصه وكانوا عم يمشوا معنا، يعني احنا كمان ما بدنا نعطي ونطلع فلا كان بدنا حدا يتابع تمام. فكانت في اجتنا حالات وتابعت وكانت تمام يعني اكيد. يعني اليوم هيك من خلال هاي الاطلالة القصيرة قدرنا شوي نحكي عن مبادرة كتير مهمة بزحمة هاي الحياة، لازم ما نوقف قدام الغلط نشوفه ونمشي. شو بتحبوا توجهوا يمكن كلمة لكل الصبايا اللي هلأ عم بيتابعونا أو لكل حدا ممكن تعرض بموقف ولساته متردد أنه ياخذ إجراء تجاه هذا الشيء؟ أول شيء منحب نقول لكل الصبايا اللي متعرضين لحالات تحرش يبعثوا لنا، لأنه خلال 3 سنين فرقت من أول ما بلشنا لأول لحديت هلا، إنه ما كان كتير كان قليل القصص اللي كانت تنبعث لنا. هلا لا، صار في تشجيع أكثر، صار في حكي أكثر، فأي حدا تعرض لحالة تحرش قدرت تنجي منها إنه تصير إنسانة عرفانة إنه هاي حالة تحرش توقفها، يا ريت يبعثوا لنا إياها لتفيد غيرها. هاي من الشق الأول. الشق الثاني إنه لأي حدا حابب ينضم لنا بدمشق أو إن كان بحلب أو إن كان بفريقنا بحما، هو فريق تاء هلأ موجود بحما، هو فاعل على الأرض وفي تيم وعم نحاول إنه لحنا نشبك ونعمل شراكات بحما، يتواصل معنا على الصفحة كرمال نقدر عن جد ندافع عن هذا الموضوع. لحنا من المبادرات اللي ما عنا أي مشكلة بالشراكات، لحنا مبنيين على الشراكات لأنه إيد واحدة ما بتسقف بالمجتمع السوري خاصة، فإذا ما تعاوننا ما بنقدر نعمل بصمة من هون لخمس سنين تانيات. أكيد أكيد. يعني نحن بدنا نشكر جهودكم للتوعية عن هذا الموضوع المهم، ودائما بنقول للصبايا وللبنات الصغار ولكل خليكم واثقين بحالكم وخليكم فعلا أوايا، خلينا نقول إنه كلمة خليكي أنثى قوية وواثقة من حالها وإنه أنت صح،
يمكن آراء المجتمعات أحيانا بتكون ظالمة للأنثى والمرأة، فنقول لهم لا دافعوا عن حقوقهم. لازم نقول الهاشتاج تبعنا. تماما، الهاشتاج ضعيف لا تقوي بسكوتك. أكيد كتير حلو الهاشتاج. موفقين وشكرا لكم يا صبايا. شكرا شكرا لكم. شكرا دانيا، شكرا لك لوجين، وأكيد تحية لك أهلنا بحلب اللي قدروا كمان يوقفوا هيك ويعملوا خطوة حلوة. شكرا لكم. شكرا لك دانيا.